الله عليكم، مرحبا بكم، معكم ثائر الصالح. انتهى لقاء منتخبنا الوطني ومنتخب هايتي بفوز منتخب هايتي 2-0. إذا في واحد مبسوط على خسارة المنتخب فهو الراجل حبيبكم لاكرينو، هذا اللي خربها وقاعد على تلتها. ما فينا نحكم على الكابتن عدنان حمد من أول مباراة ولا من ثاني مباراة. بصراحة المدرب إجى على خراب مالطا، المدرب إجى على خراب وعم بينظف فيها من الآخر. يعني المنتخب كان متهالك بشكل كتير كبير، هو لغاية الآن المنتخب متهالك ما في إشي. يعني أنا كواحد أتابع كرة قدم، شو جمال إني أترك البرتغال وقطر وأتابع هايتي والأردن، ويا ريت نفوزنا. يا ريتنا لعبنا، يا ريتنا عملنا اشي يا سيدي. والله العظيم الاداء مخزي، الاداء مخجل، الاداء فريق بلا روح، فريق في عنده مشاكل كتير بالتمركز الدفاعي وبانهاء الهجمة. الشوط الاول كان فريقنا عم بيلعب وعم يصنع هجمات، ولكن اللمسة الاخيرة كانت سيئة. وطالما وصلك هذا الفيديو ريت تشرفني وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك للفيديو. عن الشوط الاول، شوط اول لعب في منتخبنا بخطة 3-4-3، كانت الافكار واضحة هجومية، بدنا نحرز اكبر عدد من الاهداف بمرمى هايتي، ولكن كان في تحديات واضحة عند منتخبنا الوطني، انه لما بدك تلعب 3-4-3 بده يكون عندك اظهرة قوية، مش حاطط لي محمد دميري وحسين حداد مع احترامي الشديد لهم، اثنين لا يصلحوا لخطة 3-4-3، هاي نقطة واضحة، هاي نقطة ما في عليها اي خلاف، كل فرق الدوري عندنا بالاردن بيلعب بخطة 4-2-3-1، انت لما تلعبهم فجأة ب3-4-3 طبعا النسق حيتغير عليهم، الاداء حيتغير عليهم. غير هيك كان حداد كل تمريراته غلط، ما في عرضية طلعت مزبوطة، والعرضيات اللي بتطلع مزبوطة حارس منتخب هايتي اللي ما شاء الله طوله طول برج خليفة كانت سهلة عليه الامور، يعني تدريب حراس. محمد دميري ما شفناه لا دفاعيا مزبوط ولا هجوميا مزبوط، يعني كلاعب ما قدم اضافي بهذا المركز بتاتا نهائيا، كان مستواه اقل من المطلوب. خلينا نتكلم عن نور الرابدي ونزار رشدان، كانوا ضعاف جدا بعملية المساند الهجومية والمساند الدفاعية، يعني الوسط كان اليوم عليه 1000 علامة استفهام للمنتخب الأردني، المنتخب بلا روح. خلينا نتكلم عن مجريات المباراة، مجريات المباراة بدأت واضحة، منتخبنا ضغط، حصل على ركلة جزاء بعد ما عرقل المدافع النفات أسنس العوضات وضيعها بهاء فيصل. بهاء فيصل من بعد دقيقة 2 ما شفناه في الملعب، خلص المنتخب بيلعب 10 لاعب، بهاء فيصل انسى غرامك راح، بدنا نلعب 10 لاعب. وصلنا نشوف عملية لا مركزية بين أنس العوضات وشرارة، وهاي لا مركزية كانت على الفاضي ما في منها اي فايدة لمنتخبنا الوطني. بالعكس انت لما بدك تلعب اثنين قوتهم بالجناح اليمين وتارك الجناح الشمال فاضي، فبالتالي هذا خطأ تكتيكي من المدرب. المفترض انت بدك تلعب يا بتلعب نص العوضات واحمد العرسان او بتلعب شرارة واحمد العرسان. وغير هيك 3-4 زي ما حكينا حسين حداد ومحمد دميري كانوا اثنين اليوم يفقهم وقلتهم واحد، لا يسمن ولا يغني من جوع. فمنتخبنا كان بلا روح، منتخبنا كان سيء جدا، منتخبنا كان اقل من المستوى، خاصة من الناحية الدفاعية. ان الناحية الدفاعية شفنا اي كرة طولية لمنتخب هايتي خطيرة، الواضح من الهدف الاول، الهدف الاول معتز ياسين كان سيء جدا في التمركز. انت من المتوقع انه اللاعب مثل عبدالله نصيب حيرجع لك الكرة، فانت كحارس وخبرة وعمرك 39 سنة مفترض خبرتك الدولية انه انا لاعب ممكن ارجع لك الكرة، مش الاقيك واقف بعيد عن الجول 10 متر. خطأ واضح من معتز ياسين بالهدف الاول، وبالهدف الثاني نفس الشيء. الحارس اليوم مش بيوم، والحارس اقل من مستوى انه يلعب بمنتخب الاردن مع احترامي الشديد، ما حد يزعل مني، انت لازم تعطي فرصه لا عبد الله الفاخوري او مالك شلبي يمسك المرمى. معتز ياسين اليوم كان سبب، هو سبب كبير بالخساره اليوم. معتز ياسين، ومعتز ياسين هو اللي بيتحمل خساره المنتخب اليوم بسوء تمركزاته بالهدف الاول وبالهدف الثاني. معتز ياسين اليوم كان سيء، بهاء فيصل اليوم كمان كان سيء، محمد دميري كان سيء، احسان حداد كان سيء، نزار رشدان كان سيء، نور الروابي كان سيء، المنتخب بشكل عام بالشوط الأول كان سيء، ما في إشي، بالرغم من إنه سيطرنا، بالرغم من إنه استحوذنا، بالرغم من إنه عملنا كل إشي، إلا إنه سيطرتنا سلبية، لا تسمن ولا تغني من جوع، عن قدام المرمى ما في فاعلية، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب هايتي 2-0، شوط ثاني ما في إشي يختلف، ما في اختلاف بسوء المنتخب، ما في اختلاف بالروح، ما في اختلاف بانه الروح الانهزامية موجودة بهذا المنتخب. هذا المنتخب بصراحة لازم يتوقف عنده بشكل كتير كبير، لازم يتوقف على الروح اللي موجودة، ما في روح بالمنتخب، هذا المنتخب بلا روح، هذا المنتخب بلا خطط واضحة، بلا تكتيك واضح، كل لاعب بيلعب عباله، بيلعب بالوحدات وبيلعب بالفيصلي، ناسين موضوع المنتخب. ف
فالمهم الشوط الثاني ما شفنا اي شيء يذكر فيه، بالرغم انه التبديلات دخول احمد العرسان دخول يزن نعيمات ولكن ما في شيء يذكر. منتخب هايتي لعب فينا زي ما بده، وانتهت المباراة بفوز منتخب هايتي 2-0. ويعطيكم العافية، ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك للفيديو. سلام.